نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو السيد عبد الرحمن صلاح الدين، مرحبا بك الصحفي اللبناني. إذن جيش الاحتلال الصهيوني الآن وميليشيا حزب الله يبدو أنهما يجنحان إلى التهدئة، يعني ضعنا لو سمحت في تطورات الأوضاع الأخيرة. مع بداية حصول التوتر كان هناك معلومات رسمية من حزب الله أن هناك قتلى وجرحى من الجيش الإسرائيلي. بعد 3 ساعات من هذا التوتر اكتشفنا أنه لا يوجد لا قتلى ولا جرحى. المعلومات ربما هي تشير إلى أن هناك عملية لم تكن ربما تهدف إلى 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 يعني إلى إسقاط قتلى أو جرحى في الجانب الإسرائيلي، وإنما إلى إرسال رسالة، إلى إرسال رد لا يسمح لإسرائيل أو لا يعطي لإسرائيل المبرر بشن حرب مفتوحة، وإنما هو رد لحفظ ماء الوجه بعد عمليتين قامت بهما إسرائيل قبل أكثر من أسبوع. الأولى التي الضربة التي حصلت في دمشق وأدت المقتل عنصري من حزب الله، والموضوع الثاني هو طائرتي الدرون اللتان سقطتا في الضاحية الجنوبية. حزب الله الآن يقول أن هذه العملية هي رد على القصف في دمشق، وهذا له دلالته، بينما تبقى قضية الدرون رد عليها معلق، وربما حزب الله قد يرد رد من ذات النوع أي عبر طائرة الدرون في المستقبل، لكن من دون السعي ربما إلى إسقاط قتلى في الجانب الإسرائيلي، وإنما فقط خرق حدود بخرق حدود كنوع من محاولة الرد لحفظ ماء الوجه بتقديري. سعد الحريري طلب تدخل واشنطن وباريس يعني لضبط الوضع في المنطقة، هل يمكن أن يفسر هذا الأمر على أنه يعني طلب أساس للتهدئة، أم أنه عدم رغبة حزب الله في استفزاز تل أبيب أكثر بعد الخسائر التي حصلت في الضربات التي تعرض لها في لبنان وسوريا؟ التهدئة حصلت حتى ربما قبل إيجاد الوقت الكافي لتتحرك واشنطن أو باريس في هذا الموضوع. يعني الموضوع منذ اللحظة الأولى إلى آخره منه 3 ساعات فقط حتى كانت التهدئة، وخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي ليقول أن سنتصرف وفق تطورات الوضع، بمعنى أنه لن يكون هناك ربما شيء إضافي هذه الليلة. وبالتالي طلب أو التحرك الذي قام به رئيس الحكومة هو لم يجد أصلا الأسباب الكافية لأن يسار به، لأن التهدئة وقعت بالفعل قبل حتى أن تتحرك واشنطن وقبل أن تتحرك باريس. نحن البيان الخارجية الأمريكية أتى أصلا وهو على الرغم من دعمه لإسرائيل أتى بعد سريان التهدئة في الجنوب اللبناني. وبالتالي نرى أن تحرك رئيس الحريري هو جاء استباقيا، لكنه يبدو أنه لم يكن له ضرورة، لأن حزب الله رد بطريقة لا تريد بطريقة بطبيعة الحال أن تتوجه الأمور إلى مواجهة مفتوحة أو شبه مفتوحة مع إسرائيل. ولكن هناك من يقول أن هذه الضربات يعني على حزب الله اللبناني من الكيان الصهيوني تؤدي إلى تعاطف الحاضنة الشعبية وإعادتها إعادة الثقة إلى هذا الحزب وحتى تأييد الرأي العام العربي والإسلامي. أنا بتقديري أن الشرخ الحاصل في المجتمع العربي في المجتمع اللبناني للأسف الشديد هو أصعب من أن يقوم سده بضربة أو بعملية عسكرية أو حتى بمواجهة مفتوحة ضد إسرائيل. الآن المجتمع اللبناني منقسم على نفسه بعمق، وهذا ما ترجم في انتقادات شاهدناها اليوم لحزب الله. المجتمع العربي، المجتمعات العربية عموما منقسمة بعمق تجاه الموقف من حزب الله ومن الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة، وحتى الموقف ربما من طريقة حل القضية الفلسطينية. وبالتالي أنا بتقديري أن هذا الموضوع نعم قد يفيد، لكن ليس كما كان في السابق. نحن الآن أمام جراح عميقة جدا تنخر المجتمع العربي، سواء من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن. وبالتالي لا يكفي بتقديري أن تحصل أي مواجهة عسكرية حتى تنسي الناس المشاكل الأساسية والصراع الطائفي الذي يغرق به العالم العربي، وتشارك به بطبيعة الحال إيران وقوى خارجية غير عربية أخرى. مشاركة إيران، وذكرتم 4 دول هي العراق وسوريا ولبنان واليمن، وكلها تسيطر عليها ميليشيات تدعمها إيران، لكن البعض يقول أن أي حرب سيترك حزب الله وحيدا، لأن إيران ستترك هذه الميليشيا أو هذا الحزب للدفاع عن نظامها أو عن مصالحها. بطبيعة الحال النظام الإيراني هو نظام براغماتي، أثبت أنه نظام براغماتي وهو يبيع ويشتري، وبالنهاية هو لا ينظر إلى مصالحه الرئيسية،
إلا نظرة أنه أن أولوياتي تبقى إيران وليس أي ملف خارجي. وهذا ما عبر عنه الرئيس الإيراني قبل أيام حسن روحاني عندما قال أن إيران غير مسؤولة عن أي ميليشيا أو أي قوة عسكرية خارج أراضيها. هذا بطبيعة الحال هو مؤشر، لكن برأيي إيران لن تتخلى عن حزب الله إلا إذا قبضت ثمنا مقابل له، أو أنها تعرضت لضغوط كبيرة لا تستطيع أن تبقى قادرة على تحملها. حتى الآن لا نستطيع أن نفي، لأن ما هو يحصل تحت الطاولة لا نستطيع أن نعرفه، لكن لو ازداد الضغط على إيران ربما تتخلى عن عدد من الميليشيات، وهناك بوادر مثل هذا التخلي في سوريا. أما في لبنان وفي العراق أرى أن البوادر ليست حتى الآن واضحة أو يمكن البناء عليها. القضية الرئيسة ربما في لبنان هي تسليح حزب الله، أما أنا الأوان إلا لأن تحسم الحكومة اللبنانية هذا الأمر وتوكل الجيش اللبناني مهمة حماية الحدود أو الداخل حتى في لبنان. الدولة اللبنانية ككل وليس فقط الحكومة هي الآن في مرحلة ضعف ربما لم تشهده حتى في الحرب الأهلية. الدولة اللبنانية الآن هي خارج القرار، هي خارج حتى خارج المشورة. كل ما يفعله حزب الله هو إبلاغها بما سيفعل، وبالتالي أنا أرى أن الدولة اللبنانية لا يمكن تحملها ما لا تحتمل، لأن بطبيعة الحال حزب الله الآن ما يسيطر على السياسة وعلى العسكر في البلاد، ويسيطر حتى على قطاع أساسي في الاقتصاد. لا يمكن التعويل على الدولة اللبنانية، ربما يمكن التعويل على أو هناك قوى دولية وأقليمية تلوم أعضاء في الحكومة على عدم معارضتهم ولو كلاميا للواقع الموجود، لكن بتقديري أن الدولة اللبنانية في الوضع الحالي لا تستطيع أن تتخذ أي مبادرة عملية ضد حزب الله، لأن التوازنات الأقليمية حتى الآن والقرار الأقليمي والدولي لا يسمح لها بهذا الخيار. وأيضا هي في على مستوى المحلي هي الآن في أضعف مراحلها على الإطلاق منذ تأسيس لبنان الكبير إلى اليوم، وهذا ما ذكرته مايشة دياط أيضا. نعم. بالنسبة إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية، يعني ما الذي يمنعها من أن تثبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية حسن النوايا وأن تجبر حزب الله على مبدأ النقي بالنفس؟ وما هي حلولها إن لم يوافق الحزب على ذلك؟ هي الدولة اللبنانية بطبيعة الحال سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة هما غير قادرتين على 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 إجبار حزب الله على شيء، لكن بالمقابل ربما ينتظر الأمريكيين منهم أن يتخذوا موقفا علنيا إعلاميا ضد حزب الله. حتى هذا الموقف لا يمنح لحزب الله، وهذا يعود إلى سببين. بالنسبة لرئاسة الجمهورية، بتقديري أن التيار الوطني الحر الذي كان يرأسه الرئيس عون أصبح منخرطا في تحالف أقليات في المنطقة يشمل النظام السوري ويشمل إيران ويشمل مجموعة قوى إقليمية، وهو أقرب إلى هذا التحالف الآن من أي وقت مضى. أما بالنسبة للرئيس الحريري فمنذ سنتين مضت إلى الآن العديد مواقفه مع الوقت تزداد ليونة تجاه حزب الله وتجاه سياسة الرئيس عون في البلاد، وبالتالي الرئيس الحريري ربما أصبح يخارج أو قد نقول أنه يغرد خارج السرب الأقليمي بالنسبة للقوى الأخرى المناوية لإيران في المنطقة. هو أصبح أكثر تساهلا مع حزب الله في السنوات الأخيرة، والأخطر من ذلك بتقدير أنه أصبح أكثر تساهلا مع التيار الوطني الحر الذي هو يدعم حزب الله في موضوع السلطة وفي تقسيمات النفوذ في على أساس الطائفية في لبنان. الكاتب والصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.